بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله جميعا في ندوتنا اليوم بعنوان الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence وتطبيقاته في التعلم الرقمي. مرحبا بالجميع، محدثتكم إيمان عوض، مشرفة تقنيات التعليم في برنامج الوطني تطوير للمدارس تطوير بإدارة تعليم القنفذة، باحثة في علم تنقيب البيانات التعليمية Education Data Mining، ماجستير تقنيات تعليم، معلم ومدرب مايكروسوفت. بداية أحب أن أتوجه بالشكر والتقدير لمبادرة تعزيز التعلم الرقمي على تنظيمها لهذه الدورة وجامعة الملك خالد ممثلة في منصة KKU تزامن على استضافتها لهذه الندوة. شكرا للجميع. محاور ندوة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في التعلم الرقمي سوف نتطرق بإذن الله إلى 4 محاور. المحور الأول مقدمة في الذكاء الاصطناعي. المحور الثاني إعداد متعلمي العصر الرقمي لمستقبل الذكاء الاصطناعي. المحور الثالث توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم. والمحور الرابع أدوات الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية. الموضوع أكبر بكثير من أن يغطى في ساعة، ولكن في كل محور سنتطرق إلى أهم ما قد يذكر في كل جزئية أو في كل محور من هذه المحاور. نبدأ بمقولة لألبرت أينشتاين: التعليم المدرسي سيجلب لك وظيفة، أما التعليم الذاتي فسيجلب لك عقل. المحور الأول سنتحدث فيه مقدمة عن الذكاء الاصطناعي. في هذا المحور سوف نتطرق إلى 3 أجزاء: مفهوم الذكاء الاصطناعي، وما هي تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. بداية قبل أن نتطرق إلى المفهوم في الذكاء الاصطناعي، هنا يعني قد نسمع بشكل شبه أسبوعي شهري عن تقنية جديدة أو تحدي جديد تفوق في الذكاء الاصطناعي. التطور مستمر في المجال ومتسارع، لكن في تاريخ الذكاء الاصطناعي هناك 3 تواريخ بمثابة تواريخ فاصلة، يعني في أي مرجع، في أي موقع، في أي كتاب تقرأ عن مقدمة في الذكاء الاصطناعي ممكن تواجهك هذه التواريخ الهامة في الذكاء الاصطناعي. في العام 1996 تم تصنيع الكمبيوتر ديب بلو، وهو كان أول كمبيوتر فاز على بطل العالم في لعبة الشطرنج. نحن نعلم أن لعبة الشطرنج لعبة تعتمد على القدرات الذهنية، فبطل العالم في الشطرنج تفوق عليه كمبيوتر بالذكاء الاصطناعي. في عام 2017 أيضا هناك لعبة أيضا ذهنية اسمها ألفاجو، تم تصميم سوفتوير أو نظام ليتفوق على بطل العالم في هذه أو أكثر شخص محترف في هذه اللعبة الألفاجو، أيضا هي لعبة ذهنية. وقريبا أعلن في 2019 عن تقريبا من قبل أسبوع عن تفوق أيضا سوفتوير معتمد على النظام الاصطناعي في على شخص محترف في لعبة ستار كرافت. ماذا يعني أن تتفوق آلة أو يتفوق نظام بقدرات ذهنية اصطناعية أو بذكاء اصطناعي على الذكاء البشري؟ سأتطرق إلى جميع هذه التفاصيل في المقدمة. ما هو الذكاء الاصطناعي؟ في البداية الذكاء الاصطناعي كلفظ Artificial Intelligence هو جذاب، وممكن يأخذ جاذبيته من وجود صفة تميز الإنسان عن جميع أشكال الحياة وهي الذكاء. فالمصطلح مكون من كلمتين: ذكاء
وكأن هذا الذكاء أخذ طابع الأتمتة باللفظ الثاني اللي هو الاصطناعي، فأصبح الذكاء ينسب إلى الآلة في هذا المصطلح. كيف سينسب إلى الآلة هذا الذكاء، وما هي قدرات الذكاء التي قد تنسب إلى الآلة؟ على اعتبار أن الذكاء الاصطناعي يتمثل في تطوير آلة أو نظام يحاكي السلوك الذكي البشري. وهذا كان أول تعريف الذكاء الاصطناعي من العالم جون مكارثي عام 1995. الذكاء الاصطناعي عبارة عن آلة أو نظام يحاكي السلوك الذكي البشري. أي سلوك نقوم فيه يعتمد على المعرفة هذا يسمى سلوك بشري. بالتالي إذا الآلة قامت بأي سلوك يعتمد يتطلب قبله معرفة، في هذه الحالة أستطيع أن أقول أن الآلة قامت بسلوك ذكي. فإذا اعتبرنا أن الآلة قامت بسلوك ذكي، ما هي حدود الذكاء؟ يعني مثلاً هل الآلة تستطيع أن تقوم بجميع المهام ومجيء بجميع القدرات الذكية التي يقوم فيها الإنسان؟ مثلا أحد جوانب الذكاء أن الإنسان قد تلهمه صورة لكتابة مثلا قصيدة، هل تستطيع الآلة أن تقوم مثلا بهذا السلوك الذكي؟ سنجد أن هناك العديد من الأسئلة الفلسفية المثيرة للاهتمام حول الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي، مثل ما هو الذكاء الذي نقصده ونريد الآلة أن تحاكيه مثلا؟ هل الذكاء البشري هو ما تحدده نتيجة مقاييس الذكاء، أم هو القدرة على التعلم وتطبيقه؟ هل الذكاء يتمثل في قدرة الفرد على التكيف الذي هو نتيجة للتعلم، أو القدرة على التفاعل الاجتماعي، أو القدرة على حساب المعادلات والخوارزميات المعقدة؟ يعني الذكاء عندما نطلقه في البداية على الإنسان يجب أن نفهمه جيدا حتى نحدد بالضبط ماذا نقصد بالذكاء عندما أصبح يطلق على الآلة. هل الذكاء صفة واحدة أم أن هناك ذكاءات متعددة؟ ما مفهوم الذكاء عندما يطلق على الآلة؟ والسؤال الأهم مع التطور الكبير في هذا المجال، الصوت واضح؟ طيب أوكي. هل الذكاء الاصطناعي يحاكي ويكرر الذكاء البشري، أم يمكن أن يحل محله أيضا؟ وهذا أهم سؤال، أتمنى تركزوا في هذا السؤال إلى نهاية الندوة أو إلى جزئية معينة سنتطرق فيها إلى جواب هذا السؤال تحديدا. هل الذكاء الاصطناعي مع التطور الكبير ومع الأخبار التي توافينا تقريبا أسبوعيا شهريا عن قدرات وتطبيقات وأنظمة حديثة للذكاء الاصطناعي، هل هي ستحاكي أو ستكرر الذكاء البشري أو حتى ستحل محله؟ الذكاء البشري في البداية عبارة عن خاصية أو قدرة منسوبة للبشر، تتمثل في المعرفة، التفكير، التحدث، التعلم، والفهم. وقد يكون الذكاء عبارة عن المعرفة زائد القدرة على الإدراك والشعور والفهم والمعالجة والتواصل والحكم والتعلم. لا يوجد تعريف موحد وشامل. هنا عرفنا الذكاء البشري تعريفه. بالنسبة للذكاء الاصطناعي، وإن ذكرت في البداية تعريف العالم في عام 1995، إلا أنه لا يوجد تعريف موحد وشامل للذكاء الاصطناعي. يعني ممكن تلاقي في الموسوعة الأمريكية تعريف، في الموسوعة البريطانية تعريف، في القاموس التقني تعريف، في الأبحاث في الكتب
لا يوجد تعريف موحد وشامل للذكاء الاصطناعي، ذلك لأن الذكاء لا يشكل جدل في علوم الحاسب فقط، بل حتى في العلوم الحيوية والنفسية. كلما تعمق الباحثون في فهم الدماغ البشري والعمليات العصبية، تعقد فهم الذكاء البشري. فإذا تعقد على العلماء فهم الذكاء البشري، كيف سيحاكونه أو سيكررونه في آلة؟ لذلك في البداية، إذا أردنا أن نوجد آلات وأنظمة تحاكي هذا الذكاء، يجب علينا أن نفهمه أولاً. أكيد راح نتطرق لقوته في المستقبل وكيف نعد المتعلمين للمستقبل، مستقبل الذكاء الصناعي تحديدا. الذكاء الاصطناعي هو ثمرة ثلاثة علوم: العلوم المعرفية Cognitive Science، العلوم أو علم الدماغ Brain Science، والخوارزميات. العلوم المعرفية تتمثل في دراسة العقل والذكاء البشري. علم الدماغ، وقد استفاد مجال الذكاء الاصطناعي منه كثيرا في الجانب التطبيقي للذكاء الاصطناعي. الخوارزميات، وهي كيف سنطبق المنطق البشري لحل المشكلات. إذا عندنا الذكاء الاصطناعي هو ثمرة اتحاد هذه العلوم الثلاثة. الذكاء الاصطناعي أحد تعريفاته أنه فرع من فروع علوم الحاسب، يهتم بتطوير أنظمة قادرة على أداء المهام التي تتطلب الذكاء البشري، بمعنى أتمتة ولكن مبنية على المعرفة. تقنيات الذكاء الاصطناعي، طبعا تقنيات الذكاء الاصطناعي جدا عديدة، جدا متداخلة، يعني لا توجد، يعني لا أستطيع أن أطلق أن على تقنية أنها ممكن أن تكون منفصلة تماما. يعني ممكن يكون في عندي آلة أو نظام يشترك فيه تقنيتين مثلا أو ثلاثة من تقنيات الذكاء الاصطناعي. لو قلنا بأن الدائرة الكبيرة هذه تمثل جميع تقنيات الذكاء الاصطناعي في عالمنا، تمام؟ التقنيات الذكاء الاصطناعي راح نلاقيها في ثلاثة عوالم: في عالم المعلومات information world، وفي العالم المادي physical world، وفي عالم الإنسان human world. تقنيات الذكاء الاصطناعي، هناك تقنيات خاصة بعالم المعلومات، هناك تقنيات خاصة بالعالم المادي، وهناك تقنيات خاصة بالعالم البشري. من التقنيات الذكاء الاصطناعي المتخصصة بعالم المعلومات الماشين ليرنينج أو تعلم الآلة. العالم المادي أو الفيزيكال وورد عندي الروبوتات. العالم البشري هي جميع الأنظمة المعرفية. والعالم أنا ذكرت لكم هنا في أشوك جول عام 2018 رسم لنا هذا التخطيط عن تقنيات الذكاء الاصطناعي. هو يحاول أن يحصر هذه التقنيات في هذا الرسم. وجميع الدوائر المتداخلة هذه دلالة على أن تقنيات الذكاء الاصطناعي الحدود ما بينها ليست واضحة تماما، وهناك تقنيات وهناك أنظمة تشترك في أكثر من تقنية من تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأيضا ذكر بأنه يمكن أن تكون بعد على أعوام قادمة أن الرسم ده ممكن يكون ناقص، يعني ممكن مع التطور الكبير يصير هناك دوائر أخرى يفترض أن تدخل في تقنيات الذكاء الاصطناعي هنا. طيب، أسهل طريقة لفهم الذكاء الاصطناعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي عندما نحاكيها على السياق البشري. نحن نقول أن الآلة نريدها أن تكون ذكية، بمعنى أن الآلة ستمتلك أحد يعني قدرة من قدرات البشر. كيف أفهم تقنيات الذكاء الاصطناعي؟ البشر قادرون على ماذا؟ وما هي التقنية المقابلة التي تقابل هذه القدرة البشرية؟
تقنيات الذكاء الاصطناعي، البشر قادرون على التواصل عن طريق اللغة. هناك تقنية من تقنيات الذكاء الاصطناعي اسمها Speak Recognition، اللي هو التعرف على الكلام. مثال ممكن جميعنا بنستخدمه في حياتنا اليومية، وحتى أطفالنا بيستخدموه، متعلمين الطلاب بيستخدموها. سيري هو تعتبر نظام ذكاء اصطناعي من بيتعرف على الكلام. تمام، إذا عندي أول تقنية من تقنيات الذكاء الاصطناعي Speak Recognition، اللي هو التعرف على الكلام. القراءة والكتابة، وهنا عندنا تقنية من تقنيات الذكاء الاصطناعي اسمها معالجة اللغة الطبيعية. كيف يمكن أن أتحدث إلى نظام ويحول الصوت إلى نص؟ الرؤية، كيف الروبوتات مثلا ترى أمامها مثلا؟ كيف هذا مجال في من تقنيات الذكاء الاصطناعي يسمى كمبيوتر فيجن، أو الرؤية بالحاسب. تحديد المشهد، في حال أنه أنا عندي صورة وأفهم أين الوجه مثلا في الصورة، أين الشجرة في الصورة، كيف أفهم ماذا يوجد في هذه الصورة؟ هذه تقنية أخرى من تقنيات الذكاء الاصطناعي تسمى Image Processing، معالجة الصور. أحيانا تطبق في بعض الدول عندما يكون يحاول البحث عن شخصية معينة مثلا مطلوبة، أو تحديد هويتها، فتتعرف عليها أنظمة الذكاء الاصطناعي الموجودة مثلا في كاميرات المراقبة. البشر قادرون على الحركة والتفاعل بانسيابية بعد فهم البيئة المحيطة. البيئة المحيطة عندي آمنة، أنا بأتحرك وبأتفاعل مع مكوناتها بكل انسيابية. هذه يقابلها في التقنيات الذكاء الاصطناعي الروبوتات. اكتشاف الأنماط كمجموعة من العناصر، إذا كان عندي مجموعة من العناصر أقدر أكتشف نمط يربط مثلا مجموعة مع بعض وأصنفها كتصنيف، ومجموعة أخرى كتصنيف، ومجموعة أخرى كتصنيف. هنا إذا أصبحت التقنيات الذكاء الاصطناعي، تقنية الذكاء الاصطناعي القادرة على اكتشاف الأنماط بين البيانات، يطلق عليها باترن ريكوجنيشن، أو التعرف على الأنماط. عند استخدام كم هائل من البيانات للتعرف على الأنماط، سنكون في تقنية أخرى من قبل الآلة، سنكون في تقنية أخرى اللي هي الماشين ليرنينج، أو تعلم الآلة كيف ستتعرف على الأنماط، ومن خلال هذه البيانات ندربها على أن تتعرف على بيانات أخرى جديدة. الدماغ البشري يحتوي على شبكة من الأعصاب نستخدمها للتعلم وبناء القدرات المعرفية. هذه هنا تقنية أخرى من تقنيات الذكاء الاصطناعي تسمى الشبكات العصبية، أو النيورال نتورك. إذا تطورت قدرة هذه الشبكات العصبية أو النيورال نتورك على في تعلم أشياء جدا عميقة ومعقدة، سنكون انتقلنا إلى تقنية أخرى من تقنيات الذكاء الاصطناعي، هي الديب ليرنينج، أو التعلم العميق. لاحظنا أنه تقريبا القدرات البشرية جميعها هذه القدرات يمتلكها العقل، في حين أنه في الذكاء الاصطناعي كل قدرة ممكن يكون فيها نظام. بالتالي نقدر نجاوب الحين، هل الذكاء الاصطناعي سيحاكي ويكرر الذكاء البشري، أو يمكن أن يحل محله أيضا؟ إيش رأيكم؟ لا يوجد حتى الآن آلة أو نظام يقوم بتكرار الذكاء البشري من خلال الجمع، يعني آلة واحدة أو نظام واحد يجمع ما بين جميع القدرات. إحنا نأخذ قدرة واحدة في القدرات البشرية ونقابلها بالتقنية الموجودة حاليا، لكن تقنية واحدة، المقصود أن هل تقنية واحدة جمعت جميع هذه القدرات للذكاء البشري؟ في هذه الحالة حتى الباحثون، بعض الباحثون في هذا المجال يقول أنه سأقول أن هناك ذكاء اصطناعي حقيقي عندما يكون عندي نظام يجمع ما بين جميع هذه القدرات. فتبارك الله أحسن الخالقين. الذكاء الاصطناعي يستحيل أن يحل محله أيضا حتى وإن تطور.
الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري. طب احنا بنسمع كثير عن التطور الهائل للذكاء الاصطناعي، وذكرت انه سيكون مستقبلا تطور مهول لهذه التقنيات في الذكاء الاصطناعي. اين القصور الى الان؟ ولكن نحن نؤكد انه لن يتفوق على الذكاء البشري. أين يكمن القصور ما بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي؟ بداية، مصدر المعلومات مختلف للذكاء الاصطناعي والذكاء البشري. الذكاء البشري مصدر المعلومات الحواس، أما الذكاء الاصطناعي فمصدر المعلومات هي البيانات بأشكالها، سواء كانت نص، صورة، فيديو، هذه البيانات. الآلة تفتقر، لماذا لا يتفوق؟ رح نتطرقها جميعها، يعني أعتقد أنه الجميع سيقتنع، لا ننكر قدرات الذكاء الاصطناعي واستشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي يؤثر حتى على وظائف المستقبل، ولكن هناك قصور في هذا الجانب عندما نقارنه بالذكاء البشري. الآلة تفتقر لعنصر الفضول الذي يدفعها الاستكشاف والتعلم. الآلة تفتقر لمهارة التعاطف المعرفي، وهي مهارات عقلية أحدها تكوين التصورات. الآلة تتعلم بالتدريب، بينما التعلم البشري عملية معقدة ينتج من تفاعل المواقف الاجتماعية المستقبلات الحسية، يعني ما في تعلم اجتماعي في الآلة. بمقدرة الآلة معالجة كميات كبيرة من البيانات تفوق قدرة البشر، بينما البشر قادرون على تكوين الأفكار المجردة وإيجاد العلاقات بين الموضوعات والأشياء. الآلة قادرة على حل مشكلات محددة، بينما الإنسان قادر على التكيف مع السياق وإيجاد حلول هادفة. تطبيقات الذكاء الصناعي، فين ممكن يكون الذكاء الاصطناعي من حولنا؟ هناك تطبيقات للذكاء الاصطناعي في الصحة، القانون، الاستثمار، التسويق، وأكثر مجالين الذكاء الاصطناعي تطبيقاته جدا كبيرة في. رقم واحد القانون، اثنين الصحة، ثلاثة الاستثمار. تطبيقات الذكاء الاصطناعي أيضا موجودة في مجال الصناعة، الأمن، النقل، التعليم. بالتالي نتخيل أنه جميع هذه المجالات سيكون لها تطبيقات متطورة في المستقبل. بالتالي لهذا السبب وظائف، دائما عندما نقول نعد الطلاب لوظائف المستقبل ونعد الطلاب بمهارات المستقبل، لأنه جميع المجالات ستتأثر بتطبيقات الذكاء الاصطناعي. المحور الثاني، إعداد متعلمي العصر الرقمي لمستقبل الذكاء الاصطناعي. إعداد المتعلمي لمستقبل الذكاء الاصطناعي، بداية سنطرح سؤالين، لماذا يجب أن نعد المتعلمين لمستقبل الذكاء الاصطناعي؟ وإذا كان يجب أن نعدهم بطريقة معينة، فما هي مهارات المتعلمين في هذا العصر المطلوب إكسابها لهم لهذا العصر؟ بداية، المتعلمين حالياً في العصر الرقمي يتفاعلون ويستخدمون تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل يومي، إما في المساعدات الشخصية أو الروبوتات أو ألعاب الفيديو، أو مع الأنظمة المقترحة، مثلاً أنظمة التسوق اللي بتقترح عليه السلع المناسبة مثلاً له، أو مثل موقع نتفليكس بنشوف مثلاً فيلم بيقترح عليه الأفلام الملائمة. هذه جميعها أنظمة الذكاء الصناعي. إعداد متعلمي العصر الرقمي لمستقبل الذكاء الاصطناعي، طلابنا يتفاعلون بشكل كبير مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، بحاجة إلى التفكير في كيفية زيادة قدرات الذكاء الاصطناعي وتجاوز جوانب قصوره الحالية. إذا هو حاليا أنا بستخدم الذكاء الاصطناعي حاليا، كيف ننمي التفكير الإبداعي لدى متعلمينا بتجاوز القصور الذي وقف عنده الذكاء الاصطناعي مثلا في هذا النظام؟ المتعلمين في عالم الذكاء الاصطناعي بحاجة للقدرة على التعامل مع الأسئلة الفلسفية والأدلة المنطقية التي تطرح حول الذكاء الاصطناعي. التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتنبؤ بتأثيرها على وظائف المستقبل يتطلب إعادة النظر في نواتج التعلم، فالمهارات ذات القيمة والمطلوبة اليوم قد تصبح آلية غدا، ولا قيمة للمتعلم بهذه المهارة في هذه النقطة، حلت محله الآلة.
بغض النظر عن التخصص والمجال الذي ينتمي إليه المتعلم، يجب أن يكون على وعي بأنه سينتقل لسوق عمل متغيرة سيتعامل فيها مع تقنيات الذكاء الصناعي بشكل واسع. وذكرنا المجالات التي ستحل فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي. المتعلمين بحاجة لتطوير قدراتهم العقلية التي يصعب على تقنيات الذكاء الاصطناعي امتلاكها، وذكرناها سابقا في جوانب قصور الذكاء الاصطناعي عن الذكاء البشري. نحن عندما نسلك نهج تعليمي يتمثل في مجرد صياغة أوامر محددة للمتعلمين يقومون بتنفيذها لتحقيق أهداف معينة، في هذه الحالة نحن فعليا نقوم ما تقوم به الآلة، في حين أنه في الذكاء الاصطناعي نحاول أن نوصل الآلة إلى قدرات الذكاء البشري، والتي يعتبر واحد فيها القدرة على التعلم. طيب، ما هي مهارات المتعلمين في عصر الذكاء الاصطناعي؟ بداية يجب أن نؤمن أن التكنولوجيا عنصر واحد من عناصر إعداد المتعلمين لمستقبل الذكاء الاصطناعي، وأن المهارات التي هم بحاجة إليها هي تلك المهارات التي تنتهي عندها قدرات الذكاء الاصطناعي. مهارات المتعلمين في عصر الذكاء الاصطناعي: الإبداع، التفكير الناقد وحل المشكلات، التفكير التصميمي، التفكير الحاسوبي، تقييم وتحليل المعلومات. أيضا من المهارات المتعلمين في عصر الذكاء الاصطناعي: الابتكار، ريادة الأعمال، التعاطف المعرفي، التواصل، التعاون والقيادة بالتأثير، المرونة والتكيف. المحور الثالث: توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم. حاليا ظهرت تطبيقات وظهرت أنظمة ذكية تم توظيف فيها الذكاء الاصطناعي في بنية هذه الأنظمة التعليمية. مثال عليها نظم إدارة التعلم LMS. نظم إدارة التعلم التطور فيها بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي فيها جدا كبير. سأذكر بعض الأمثلة على توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم. سنجد أن الذكاء الاصطناعي موجود في التعلم التكيفي، عندما يتكيف نظام التعلم مع قدرة المتعلم، مع سرعته في التعلم وسرعته في الإنجاز. هنا يكون نظام إدارة التعلم يسمى نظام تعلم تكيفي، وهو أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم. التعلم الشخصي، عندما يجمع نظام التعلم بين جميع الموارد والمصادر وفقاً لتفضيلات المتعلم، ويبدأ يقدمها له في كل مرة وفقاً لما يفضله المتعلم. في هذه الحالة سيكون عند التعلم الشخصي أيضاً أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم. الاختبارات التكيفية، وهي التي تتكيف مع سرعة إنجاز المتعلم وقدرته على اجتياز الأسئلة، متى يبدأ تقديم أسئلة أصعب، ومتى تتم على نفس الوتيرة، متى يقدم أسئلة متوسطة الصعوبة. هذه الاختبارات التكيفية Adaptive Assessment، أحد أنظمة الذكاء، توظيف الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم. أثمتت المهام جميع المهام التي تنجز إلكترونيا في أنظمة التعلم، مثل التقدير الآلي للمتعلمين. جميع مهمة من مهام التعليم تتم بطريقة أوتوماتيكية في أنظمة التعلم، هي أيضا تعتبر من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في نظم إدارة التعلم. المحور الرابع سوف نتحدث فيه عن أدوات الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية. بداية، قبل ما أدخل لهذا المحور، أدوات الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية جدا عديدة.
جدا جدا عديدة. ما ذكرته وما سأذكره لكم هو مجرد أمثلة جدا بسيطة على ما هو متوفر وما هو موجود. ممكن تستفيد كثير في هناك لدينا أدوات للذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية على مستوى على التخصصات، يعني تخصص الرياضيات، تخصص الإنجليش. ممكن بكل سهولة نجد هذه الأدوات الرائعة ونستخدمها ونوظفها في الفصول الدراسية. أتمتت المهام، لماذا أتمتت المهام؟ لتوفير وقت للمعلم، وهو الذي تم توفيره في نظم إدارة التعلم أو نظم التعلم الإلكتروني. المحور الرابع، أدوات الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية. النجاح في الذكاء الاصطناعي يعتمد بدرجة كبيرة على التفكير الإبداعي الذي ينتج عنه تصميم الخوارزميات، وقريبا سيستبدل الموظفون في بعض المجالات بمبرمجي الخوارزميات. أضفت لكم بعض المقولات لأشهر علماء الذكاء الاصطناعي واستشرافهم لمستقبل مثلا الذكاء الاصطناعي. راح أذكر لكم أمثلة على هذه الأدوات. بداية، قبل أن نذكر أدوات أمثلة لأدوات الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية، ماذا يعني أن نكون معلمين في العصر الرقمي؟ يعني في العصر الرقمي يعني توظيف تقنيات التعلم الرقمي لدعم تعلم طلابنا. كيف يمكن أن نوظف تقنيات التعلم الرقمي لدعم تعلم طلابنا أيا كانت نوع التقنية؟ حديثنا اليوم عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولكن عموما أيا كان نوع التقنية التي نريد توظيفها لدعم تعلم طلابنا، علينا أن نحدد شيئين بغض النظر عن التصميم التعليمي ونظريات التعلم. هنا نريد أن نحدد عنصرين أساسيين. بداية، ما هو هدف التعلم؟ أحدد هدف التعلم بالضبط. اثنين، تحديد كيف يمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي أن تدعم الطلاب في تحقيقه. أريد طلابي أن يتقنوا الكتابة مثلا، أن يتقنوا النطق، أن يتقنوا استخراج الأنماط مثلا من الصور، أن ينشئوا مثلا أو يتحكموا في الروبوت. أحدد هدف التعلم، أحدد كيف يمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي أن تدعم الطلاب في تحقيقه. وتقنيات الذكاء الاصطناعي ليست مرتبطة بتخصص معين. الذكاء الاصطناعي في التعليم يمكن أن يتمركز في المحاور التالية، يعني داخل الفصول الدراسية بأفكر أجذب طلابي ألفت نظرهم للذكاء الاصطناعي اللي هم أساساً عايشين في هذا العالم وبيستخدموا تقنياته بدون أي شعور أو إحساس أو إدراك أنهم يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي. ممكن يكون أحد الأسباب أن الذكاء الاصطناعي ارتباط خاطئ بالروبوت، وهذا ممكن سببه يكون إن أفلام الخيال العلمي أنه الذكاء الاصطناعي معناته روبوت يتحرك ويشعر ويرى واوا. لكن إحنا شفنا تقنيات الذكاء الاصطناعي، يعتبر الروبوت أحد تقنيات الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي في التعليم ممكن يتمركز في المحاور التالية: إما أنه أنا مباشرة أعلم الطلاب الذكاء الاصطناعي وألفت نظرهم إلى هذا التقنية وإلى الأدوات التي يستخدموها والتي قائمة على ذكاء الآلة أو الأتمتة المبنية على المعرفة، أو تعليم الطلاب أخلاقيات عالم الذكاء الاصطناعي كيف سيستخدم هذه الأدوات الخارقة ضمن قيود الأخلاقية والتقاليد والثقافة، لأن التطور الكبير والأدوات المتطورة قد تجعل هناك لبس في هذا الموضوع. وبالنسبة لأخلاقيات عالم الذكاء الاصطناعي، يعني هذا مجال جدا واسع، لأين ممكن أن تقف القيود الأخلاقية لهذه التقنيات واستخدامها.
أيضا في الفصول الدراسية يمكن أن نستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لزيادة القدرة البشرية. Do more and do better، يعني طلابي قادرين على الجمع العادي أو بيستخدموا المساعدات الشخصية مثلا في أو بيستخدموا المساعدات الشخصية في إنجاز العمليات البسيطة أو العمليات العادية. أصير أستخدم هذه الذكاء تقنيات الذكاء الاصطناعي في زيادة القدرة على مهارات أعقد لدى المتعلمين. أين يمكن أن يتكامل الذكاء الاصطناعي مع التعليم؟ ممكن في تعليم ستيم، وخبراء الذكاء الاصطناعي أكدوا على أهمية هذا المجال اللي هو تعليم ستيم، وأهمية قدرة الطلاب في الربط بين الموضوعات المنفصلة أصلاً، وابتكار مثلاً الحلول بالمفاهيم والمعرفة المتكاملة ما بين جميع بين أكثر من تخصص. جميع المهارات في تعليم ستيم هي قادرة على أن تكسب الطلاب المهارات اللازمة لعصر الذكاء الاصطناعي. يعني أحد المجالات التي يتكامل فيها الذكاء الاصطناعي مع التعليم، وأهمها وأكثر ما أكد عليه خبراء الذكاء الاصطناعي، كيف أوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعليم ستيم. المجال الثاني التفكير التصميمي. المجال الثالث هو التعلم القائم على المشاريع. هنا ليس فقط نستخدم ممكن أن نستخدم فقط أداة أو تقنية الذكاء الاصطناعي، ممكن أيضا نحاكي طريقة عملها. يعني مثلا بالسرد القصصي، واحدة من مثلا من أحد واحدة من طالباتي مثلا تستخدم سيري باستمرار، المساعد الشخصي، وإحنا ذكرنا أنه أحد أنظمة الذكاء الاصطناعي. طيب بالسرد القصصي بالخيال، خليها تألف مثلا أنه كيف ممكن هذا النظام بيشتغل. إذا هي عارفة فين كيف ممكن هذا النظام بيشتغل، تتخيل أيا كان عمرها، تخيلت هذا النظام كيف بيعمل. كذا إحنا نمينا عندها مهارة الخيال، مهارة الإبداع، وممكن هي تبتكر أو تبتكر فكرة أو توجد فكرة تدعم هذا النظام أو هذه التقنية بإضافات جديدة. أدوات الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية، ذكرت أن أدوات الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية جدا عديدة، سأذكر جزء منها. المساعدات الشخصية personal assistant. المساعدات الشخصية ممكن تكون عبارة عن أنظمة أو أجهزة، يعني أنظمة موجودة مع اللابتوب أو الأجهزة الذكية أو سماعات ذكية. أليكسا من أمازون هو سماعة ذكية، يعني وهذا إصدار جديد منها، إنه مثلاً بيستخدمها الأطفال، إنه بي 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 بيطلب منها إنها تحكي لها وتحكي له قصة. هذا يعني أحدث إصدار من المساعد الشخصي من أمازون أليكسا. كورتانا اللي هو المساعد الشخصي من مايكروسوفت، وسيري طبعاً المساعد الشخصي من أبل. في حال كان في عندي في دروسي في الصفوف في الصف في موضوعي في تخصصي، الدروس اللي ممكن يستفيد طلابي من المساعدات الشخصية في تعلمها بسرعة، هنا يعني المساعد الشخصي مثلا موجود، وطالبتي ممكن حتى بدون ما أنا أعرف هي بتستخدم المساعد الشخصي في تعلم الشيء اللي أنا جالس أعلمها. هو خلاص عندي تقنية الذكاء الاصطناعي أستخدمها في تعليم هذه المهارة، وأنا أنمي عند المهارات الأخرى العليا التي وقف عندها الذكاء الاصطناعي. ممتاز. أيضا موقع أتوقع اسمه جرامرلي أو جرامر، اللي بيصحح السبيلينج. هذا الموقع أو التطبيق قائم على الذكاء الاصطناعي في تحسين الكتابة.
أو في تعليم تحسين الكتابة. طيب روبوتات المحادثة اللي هي شات بوت، فكرة روبوتات المحادثة إنها عبارة عن تطبيق قائم على الذكاء الاصطناعي. وقت ما أقول لكم تطبيق قائم على الذكاء الاصطناعي، أنا أقصد فيه أحد التقنيات التي ذكرتها سابقا. هذا الروبوت، روبوت المحادثة، يقوم بتحويل المحادثة سواء كانت نصية أو صوت من المستخدم لهذا النظام، ثم يقوم النظام بالرد على هذه المحادثة. يعني هذا الروبوت المحادثة بيحاكي المحادثة البشرية، وكأن المستخدم بيعمل شاتنج أو محادثة مع شخص آخر، لكن هو في الواقع بيعمل شاتنج مع نظام. طيب إيش نوع المحادثة؟ إيش نوع الأسئلة؟ هذه الروبوتات المحادثة كيف أنا ممكن أوظفها في الفصول الدراسية؟ أنا ممكن أن أبني بكل سهولة نظام شات بوت خاص بالأسئلة الشائعة مثلاً اللي ممكن تواجه طلاب طالباتي، الأسئلة الشائعة اللي ممكن أيوة اسم الموقع جرامرلي، الأسئلة الشائعة في التخصص اللي ممكن تكون معقدة ويقف عندها طلابي، وخلاص الشات بوت هو اللي يجاوبهم عليه وأنا أوفر الوقت وكذا. هذا جزء من أتمتة المهام، وهذا أحد الأمثلة. بوتسفاي بيرد على الطلاب. كمان أنا ممكن أعطيهم مثلاً، أضيف لهم مصادر مثلاً فيديو أو صور، وبعد كده أضيف لهم سؤال على هذا المقطع، يجاوبوا على هذا السؤال، يتم بعد كده تقييمهم عليه، وأنا أعمل استيراد للدرجات، وكله عن طريق شات بوت اللي هو الروبوت المحادثة البوت السؤال. هذا أحد طرق استخدامه. عندنا موقع ثاني اسمه أتوقع مايا ليرنينج، أيضا شات بوت، لكن يقترح على المتعلم أفضل الكتب في المجال المعين، مثلا قصص أو كتب تعليمية، أو بيروح للشات بوت ذا وبيقترح عليه أفضل الكتب. البوتسفاي يدعم اللغة العربية، وكثير من الشات بوت بتدعم اللغة العربية، وجدا سهلة استخدامها ونشرها، وتوظيفها جدا سهل في الفصول الدراسية. ترجمة اللغات (language translator)، والمقصود فيها لا أقصد فيها فقط الترجمة من لغة إلى أخرى، وإنما كيف نحول اللغة إلى الصوت إلى نص مكتوب. في أحد المهارات الواجب توافرها في المتعلمين أن يكون مثلا قادر على التعاون، سواء كان محلي سواء كان عالمي، بيستخدم التقنية على مستوى، بيكون فرق عن طريق التقنية والشبكات الاجتماعية. طيب هنا اللغة تقف حاجز؟ يفترض لا، حتى وإن في قصور في اللغة، نحن التقنيات كثير ستساعد في تجاوز هذا الحاجز. دكتة وظيفته هو عبارة عن تطبيق من مايكروسوفت، وظيفته بيحول النص إلى الصوت، عفوا الصوت إلى نص مكتوب. بالتالي لنفترض أن المتحدث يتحدث باللغة العربية ويريد أن يطرح مثلاً سؤال أو يتفاعل مع طالب أو معلم في دولة أخرى بلغة أخرى، يختار اللغة التي يريد أن يحول صوته إليها، ويأخذ النص ويرسله مثلاً في المحادثة أو في المنصة التي يتواصل فيها مع الطرف الآخر. أيضا مايكروسوفت بتقدم خدمة الأنظمة المعرفية من مايكروسوفت، وهذا موقع يعني جدا جبار وجدا مفيد، كوجنيتيف سيرفيس من مايكروسوفت أزور. عندي هنا أنظمة معرفية، يعني مثلا النظام للتعرف على الصوت، نظام للترجمة، أنظمة أنا أحتاجها
مثلا لموقعي لتطبيقي، انا احتاج انه اجربها مع على اعدادات خاصه فيه. ممكن ارجع لهذا الموقع واجرب هذه التطبيقات اللي هي خدمه الانظمه المعرفيه. في من خدمة الأنظمة المعرفية في بعضها نقدر نجربها بشكل مجاني وبعضها لا. طيب، أدوات قابلية الوصول accessibility، وهي بتفيد كثير للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. بعض الأمثلة عليها immersive reader، وهذه خاصية من مايكروسوفت موجودة في الون نوت. وظيفتها في حال والله كان في عنده المتعلمين مثلا عسر في القراءة، كيف ممكن التطبيق أو هذه الأداة تساعد اللي بيعانوا من صعوبة في القراءة، كيف ممكن، إيش هي الميزات اللي ممكن تقدمها لنا هذه الأداة. ممكن تقرأ النص قراءة، أحدد أنا سرعة القراءة لهذا النص، أحدد مثلا الاسم بلون، الفعل بلون، كل كلمة مثلا الصفة مثلا بلون. إذا الكلمة تتكون من الكلمة الواحدة لكن في نطقها مثلا تتكون من مقطعين أو ثلاثة، يفصل لي الكلمات على حسب مقاطعها وكذا. بتكون أداة جدا سهلة، تساعد من أدوات الذكاء الاصطناعي، وبتساعد إن هي بتطبق هي بتطبق على النص، النص موجود وبتطبق عليه الإعدادات التي أضفناها نحن. أيضا ممكن أنا أعدل حجم الخط، أعدل طريقة عرض النص في اللون نوت باستخدام هذه الأداة. مايكروسوفت لينز أيضا يعتبر تطبيق يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أنه إذا كان في عندي صورة فيها نص، في البداية يحدد لي، أنا بألتقط الصورة بيحدد لي فقط جزئية النص، بعد كذا هذه الصورة أنا التقطتها لهذا النص، أستطيع يعني مثلا صورت السبورة، أستطيع بعد كذا أن أشاركها في مثلا أحفظها في السحابة، مثلا أرسلها على الإيميل أو أدرجها على طول، أعملها استيراد على طول أو تصدير لي مثلا برنامج الوورد أو الباوربوينت، وأتعامل معها كنص، حولت الصورة إلى نص. عندي أيضا معلش دقيقة، لدينا من أدوات تضيف الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية نظام يوني، وهو عبارة عن نظام قائم على تقنية الذكاء الاصطناعي بجهاز خاص. أتوقع أنه يعني في المراحل التجريبية أو في يعني الإصدارات المحدودة هذا الجهاز. بيتعرف على أولاً بيتعرف على بيلتقط حركات الأصابع العشرة لليد أساس يخدم لغة الإشارة لدى الأشخاص الذين لديهم صعوبات. بداية النظام بيلتقط حركة الأصابع العشرة لتحديد لغة الإشارة، ثم يحول هذه الحركة إلى نص إما مسموع أو مكتوب، بحيث إنه الطالب مثلا بيكون عنده صعوبات تعلم، مثلا ما يقدر يتكلم، بيأشر بلغة الإشارة على الجهاز، والجهاز بيحول هذه الإشارة إلى صوت للشخص المقابل للطالب. هذه بعض التقنيات، لكن
تقنيات توظيف الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية جدا عديدة. ممكن نكتب مثلا AI tools in classroom وشوف الأدوات اللي تطلع لك على حسب مثلا تخصصك، على حسب الفئة العمرية لطالباتك أو طلابك. عموما اليوني عبارة، أعيد، طيب أوكي، هذا جهاز لمساعدة الأشخاص الذين يتعاملون بلغة الإشارة. طريقة هذا الجهاز بأنه بيراقب وبيلتقط حركة الأصابع العشرة، بيصور في البداية حركة الأصابع العشرة، والنظام يعني ما ياخذ وقت، يعني تلقائي يترجم. في له فيديو اكتبيوني في اليوتيوب وشوفي التطبيق وكيف، يعني طالبة كذا ماسكته وهي ما بتتكلم لكن بتأشر عليه، وهو تلقائي ترجمة فورية لحركتها مع الشخص المقابل لها، فهو زي مترجم لحركة الإشارة إما إلى نص أو إلى صوت مسموع. في كل الأحوال اكتبي في جوجل AI tools lens مايكروسوفت lens اللي في الوسط، مايكروسوفت lens اسمه. اكتبي في جوجل AI، هو الـ AI اختصار الذكاء الاصطناعي، AI tools أدوات AI tools in classroom. بتلاقي يعني ما بتلاقي أداة واحدة، بتلاقي إحصائيات وبتلاقي أدوات عديدة في الموقع، ممكن على حسب التخصص، ممكن على حسب الفئات العمرية. في كل الأحوال قبل أن نفكر في دمج أي أو استخدام أي تقنية، يجب أن نتأكد بأنه لكل موضوع تعليمي أهداف تعلم محددة، وعندما نخطط لتوظيف التقنية هناك أيضا أهداف إضافية يجب أن يتم تحقيقها. تمكين المتعلم، كيف يمكن أن يعني ما المقصود بتمكين المتعلم؟ بمعنى هذه التقنية التي بين يديه يستخدمها في خارج حدود الأهداف، لا نحصره بأهداف أهداف محددة. كيف يكون مواطن رقمي؟ كيف يبني المعرفة؟ كيف يستخدم أساليب التواصل الإبداعي؟ وكيف يكون متعاون محلي وعالمي؟ وأتوقع أنه تعاون عالمي ما أصبحت مشكلة مع مترجمات اللغات. بالنسبة للمساعدات لمهارات المتعلمين في عصر الذكاء الاصطناعي، ما ذكرنا أن ما هي محصورة في تعليمهم AI tools in classroom. أيوة، لنفترض مثلا إحنا ذكرنا أنه مبرمجي الخوارزميات التفكير الإبداعي ينتج عنه الخوارزمية، مبرمجي الخوارزميات ممكن يأخذوا مجال كبير في الوظائف المستقبل. طيب ما الحل؟ أنه نعلم طلاب لغات البرمجة أو كتابة الأكواد؟ طب الآن تقنية الذكاء الاصطناعي وصلت إلى أنها بتكتب البرنامج بلغة بسيطة، يعني ممكن مستقبلاً مساعد الشخصي يكتب لي كود لبرنامج يحسب مثلاً مساحة المستطيل أو أي برنامج. في هذه الحالة يكون تعليمه التفكير الحاسوبي أهم من تفكير كيف يكتب كود. بمعنى أي مهارة أصبح الذكاء الاصطناعي قادر على تعليمها، لا نصرف الوقت في تعليمها لطلابنا، بل نفكر كيف نعلمهم أن يتجاوزوا بهذه التفكير بهذه الآلة، كيف تتجاوز هذه الحدود. قبل لا أختم راح أعرض لكم كود الحضور. في حال يوجد أي سؤال أو استفسار اكتبوه في الشات.
توجد تقريبا 6 دقائق أو 4 دقائق إذا عندهم أي سؤال. الكود الحضور في موقع مايكروسوفت التعليمي نقاط. تواصلي معي في حسابي في تويتر. شكرا للجميع، شكرا. في حساب مبادرة تعزيز التعلم الرقمي بتلاقي حسابي موجود عندهم في إعلان الندوة، والحين أن أكتب لكم. طيب بعد إذنك أستاذ أيمن. حياك الله دكتور. إخواني أخواتي جميعا، الله يحييكم وشكرا لكم على حضوركم، شكرا لمنصة تزامن في عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد، شكرا لمبادرة تعزيز التعلم الرقمي، شكرا للأستاذ أيمن التي أتحفتنا بالمعلومات القيمة، العرض والسرد التاريخي، التطبيقات التقنية والتعليمية في مجال التعلم أو في مجال التعلم الرقمي والذكاء الاصطناعي. بعض المشاركات هنا وبعض الأسئلة تسأل عن شهادات الحضور. الأستاذ إيمان ذكرت كود الحضور، ويمكن التواصل معها عبر حسابها للاستفسار أكثر عن كود الحضور المتعلق بندوة الليلة.